ايه يا كريمه؟ رايحه على فين كده؟ رايحه المعرض في الزمالك عشان انقل الورشه بتاعتي. كفايه البهدله اللي حصلت هنا، محدش عارف بكره هيحصل ايه. طبعا انت عارفه ابوكي، ها؟ مفيش اي حاجه عليا، دول شويه كلاب بيحاولوا ينهشوا فيا. لكن انا بقى هعرف ازاي افكرهم باصلهم واحد واحد. خير ان شاء الله يا بابا، ربنا معاك. كريمه، انت مش مصدقاني ولا ايه؟ أصدق؟ أصدق مين؟ أصدق واحد معرفش اسمه؟ أنت بتقولي إيه؟ اسمك إيه يا باشمهندس؟ ولا باشمهندس إيدي كمان؟ ده أنت حتى شهادة الهندسة مزورة. يا حارس يا برقوني. كريمة لا، أوعى تصدقيهم. أنا أبوكي، أنا فوزي حرب. أنت مش أبويا. أنت واحد كذبت عليا طول عمرك. كتبت عليا وقلت لي ان امي ست مجرمه وانت اللي مجرم. اخرفي! طلعت زيك زيهم. زيك زيهم. ايوه زيي زيهم، واسمي على اسمهم كمان. ولاد عمي صح؟ لا، ولاد عمك لا، ولاد سالم دول ما يقربلوناش خالص، دول شبهه ضعاف، الا غلابه. غلابه في دنيا اكبر منهم. واقول لك على حاجه علشان اثبت لك كل اللي بقوله ده صح، انه من كتر ما هم مستضعفين الدنيا تهدد فوقهم. بيتهم وقع فوق دماغهم. انت اللي وقعت البيت عليهم. لا، اللي انت بتدافع عنهم دول كل اللي عايزينه مني في الاخر فلوس فلوس وخلاص. حقهم الارض اللي انت سرقتها. ارضهم دي كذبه وهم صدقوها. ايوه. حلقات جديدة يومياً على فيو.